هلو هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم في صوتين أهم من بعض، أو في مجموعة الأصوات المركبة لايك شا وغيرهم من الأصوات. هدي النهاردة فرق ما بين صوتين انتوا هتتفاجئوا بيهم، لأن لاحظت ناس كتير بتنطقهم غلط أو مش غلط، يعني مش بتنطقهم الأصح as American accent، وإحنا عايزين نتعلم النطق الصح مع بعض. وهم صوتين الأو مع اليو وصوت الـ A مع الـ W. من أكتر الأصوات اللي بتقابلنا في verbs، بتقابلنا في كلمات words كتير وما بنبقاش عارفين نقراها. ما ننساش ندوس لايك وسبسكرايب للقناة، وتنوريني على بيجي الفيسبوك تأسيس من تحت الصفر مع تيتشر سمر، عشان اللايفات اللي بنفتحها هناك ما تخلوهاش تفوتكم. يلا بينا. أول صوتين معانا الـ O plus U. O plus U. أو أو أو، لأن لقيت في ناس بتقول أو أو واو، فالموضوع ده كان غلط شوية أو مش هيخليه ينطق النطق السليم. طيب أنا دلوقتي عايزة أدرب عليه ابني لو لسه مبتدئ في الأصوات. إحنا كده كده الأطفال الصغيرين كذا مرة أقول لكم ركزوا معاهم قوي في الصوتين، في دمج صوتين ودمج تلات أصوات. فأنت طبعاً الاتنين دول مع بعض خلاص كده بقوا صوت واحد، فنقدر نحط حرف كونسوننت قبلهم وحرف كونسوننت بعدهم، ساكن قبلهم وساكن بعدهم، وخلاص كده بقت عبارة عن تلات أصوات مش أربعة، لأن الأو واليو مع بعض عملوا لي صوت واحد. يلا بينا. مثلاً أنا هحط الأو واليو في النص، هحط قبلهم اس وقبلهم دي. اي كونسوننت يعجبكم، انت لسه بتدربي ابنك يعني مش ثابته على حاجه معينه. تمام، هنا اهو او يو، هحط مثلا ام واحط تي، ما تحطيش اربعه عشان لمجرد ان انت تكتبي كلمه سليمه او ليها معنى بالعربي انت مش عارفاه، لا مش مهم. اهم حاجه ان انا عايزه اعلمه دلوقتي يقرا وهو لسه مبتدئ. الاو واليو في النص مع بعض، هنا الاي هحط مثلا قبليه تي وبعديه 10. الاو واليو قبلي ار وقبلي ان، عملت اربع كلمات بالشكل ده عشوائي. طب هل قدامكم ده اربع اصوات ولا ثلاث اصوات؟ طبعا انا عارفه كل الناس اللي متابعيني بتفهم معانا على طول ان هي هنا هيقولوا لي دول ثلاث اصوات مش اربعه، لان الاو واليو مع بعض عملوا لي صوت واحد اسمه او او، مش وا وا. This is او ساوت ساوت. اه يعني ما اقولش ساوت، نو نو نو، يو كان سي ساوت ساوت ساوت. اوكي، وات از ذس؟ يلا اللي معايا كده ام ام اوت ام اوت ماوت ماوت. فيري جود. ت ال ن ماون. يلا اللي معايا ماون، اسمعها منكم يلا وجربوا مع بعض كده، وقولوا لي تقييمكم لنفسكم ايه في الكومنت. ر ر ر ال ن راون. تمام، ريبيت اجين، عيدهم تاني يلا سمعوني انتوا. هم فيري جود. ساوت ماوت تاون راون. فيري جود. اذا كده انا دربت نفسي ان انا بقراهم على اساس ان هم الثلاث اصوات. طب انا دلوقتي يا تيتشر عايزه اجرب الاربع اصوات، يلا بينا. ان انا بزود صوت كونسوننت اضافي معاهم ما عنديش مشكله، واقراهم الاربع اصوات. احنا خلاص اعتبرنا ان الحرفين دول ان هم صوت واحد. يلا بينا، نفس الفكره اهو من الاو واليو في النص. ماو زودت بعدهم ان تي مثلا. تمام، ار او يو ان دي سي او يو ان تي مثلا، دي او يو ان تي. تمام، ظبطت لكم مثلا هم اربع اصوات. دلوقتي بدل ما بقوا ثلاث اصوات دول اربعه، بس دول خمس حروف. ما انت ما تنساش يا حبيبي ان الاو واليو مع بعض خلاص بقى عاملين صوت واحد فقط لا غير، فما يعتبروش حروف، احنا بنتكلم على الساوندز او الاصوات. اوكي يلا بينا. هي تراي تو ريد ذيس وورد. ماونت mount. next round round. very good. and this count count. and this don't don't. okay، يبقى mount، يبقى محدش يقول لي mount round count down. no no no، you can say this is mount and round. حتى لما في اي اعلان like this mountain view بيقول لنا mountain view mountain mountain. no this is mountain and mount. what about this ta ta ta
round, round. Yes, and what about this? Very good. Count, count. K-I-L-N-T, count. R-L-N-T, round. M-W-N-T, mount. D-W-N-T, don't. Don't, don't. يبقى انت لما بتيجي كمان الفكره الثانيه اللي انا لاحظتها ان لاير بريك وبتقول له ايه دي و ان داون. طب انت ليه بتقولي حروف؟ قولي اصوات بما انك بتعلمي القرايه. هو انا لما اقول مثلا بالعربي ذا را ع انا بقول له زين ره عين زرعه؟ لا، انا بقول له ايه؟ ذا را ع زرعه. الف كاف لام اكله؟ لا، انا بقول له ا ك لا. دي من ضمن الخطأ الكبير اللي انا قابلته معاكم، اني بلاقيكم بتقول يا اولاد الف كاف لام مثلا، عمرنا ما قلناها كده بالعربي. يبقى نفس الشيء في الانجليش، ما ينفعش اقول له اس اي دي ساد، لا اقول له اد ساد، ان مان، ف ات فات، راب راب، وهكذا. يبقى انت بتقولي لي صوت ام اوت ماونت، ر and round, out, count, out, down. يبقى كده خدنا مع بعض صوت مهم قوي النهارده من الاصوات المركبه مع بعض ال O وال U. ما نقولوش تاني و و ولا واو او. This is او. استنوا معانا الصوت التاني، يبقى مهم جدا وهتتفاجئوا بالنطق فيه. الصوت التاني اللي معانا النهارده اللي هتتفاجئوا بيه، لان معظمكم بينطقوا، هو مش غلط بس بينطقوا بريتش، بتبقى النطق بتاعه مش حلو قوي. هيتفاجئ ان ده هيخلي النطق بتاعه حلو قوي زي امريكان اكسنت وانت بتتكلم كده انجلش، هتلاقيه لطيف جدا ورقيق جدا معاك، اللي هو الاي مع الدبليو. بص، هو يقال ان احنا بننطقوا مع بعض او بتضم شفايفك، او لايك سو. هنكتب كلمات الاو والدبليو، رأى تمام. الايه مع الدبليو، الايه مع الدبليو لقيت ناس كتير قوي بتضم شفايفها، تا 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 بتضم شفايفها، سو رو لو نو نو. That's wrong. طب هنقرا زي امريكان اكسنت عشان ندلع الانجليش بتاعنا، حلوه ندلع الانجليش. تصدقوا ممكن نعملها سلسله انجليش مع بعض، او سلسله من سلسله الفونكس. يلا ندلع الانجليش ونجيب شويه الكلمات اللي احنا بننطقهم في البريتش ومش بيساعدونا ان الاكسنت او الكلام بتاعنا يبقى صح، ونعدلهم از امريكان اكسنت عشان نظبطها كده يبقى انجليش متدلع. يلا ندلع صوت الاي مع الدبليو النهارده، وهتبقى اه او اه. يا نهار ابيض جديده دي، يا درا. ايه ده انا بقولها درو، ده انا والله بقولها درو، يرسم طول حياتي درو ولو ورو صف. ايه اللي انت بتقوليه ده تيتشر؟ اوكي ذيس از ا. يا يو كان اوبن يور ماوس، اوبن يور ماوس وذ مي. ا يا نهار ابيض ا، وهتدلع اللغه معاك حلو قوي في كلمات كتير. يلا بينا. يعني دي اقولها لك ايه؟ سا يا را يا، ما هوش رو رو را، يعني this is لا لا لا. بعمل زوم على الوردز عشان تقراها معايا، لا. and this is دا دا دا. اوكي نا درا درا. اوه عرفتوا بقى ليه نص الكلمات بتلاقوها ما اتنطقتش في الانجليش اصلا، او بمعنى اصح في الانجليش المدلع اللي هو الامريكان بتلاقوا اتنطقت ازاي؟ لان انتوا ما خدتوش بالكم ان انتوا بتقولوها او درو لو نو وهكذا. يبقى اذا الايه مع الدبليو النهارده هدلعها مع بعض ونقول لها ا درا سا را لا دا نا. كده عرفنا مع بعض من اهم الاصوات اللي بتقابلكم في كلمات كتيره جدا فوق ما تتخيلوا، وهي ال ا سا، الايه مع اليو، الاي مع الدبليو، والاو مع اليو. الاي مع الدبليو ا سا لا را نيكست، والاو مع اليو مفيش حاجه اسمها واو، نو اتس او داون راوند ساوند كاونت
لاوند ماونت فاوند داون وهكذا. خلاص دي من اهم القاعدتين اللي ممكن تستفادوا بيهم وتدلعوا الانجليش بتاعكم كويس جدا. وكمان لو اولاد تبقى خدتوها من القواعد اللي هيستفادوا بيها. ما ننساش لايك سبسكرايب للقناه ونعمل شير للفيديو على صفحاتنا الشخصيه علشان نوصل اكبر عدد من المتابعين. ثانكس سو ماتش، جود باي.